السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يكون النطق بالتكبير أثناء الانتقال من حركة إلى أخرى في الصلاة؟ هل يكون بعد الوصول إلى الموضع الثاني، أم يكون التكبير في أثناء الانتقال؟ الأصل أنه أثناء الانتقال، لكن إذا ذهل أو نسي أو ها يعفى عن هذا، ولا الأصل أنه بين الركنين، محل الانتقال من ركن إلى ركن، يكون التكبير ما بين خضوعه ساجدا إلى أن يصل إلى الأرض، هذا محل. وكذلك في القيام، من قيامه إلى أن يعتمد قائما. لكن لو نسي ولا ما ولا هو جاهل ولا كبر إلا عقب ما دخل في الركن الثاني، هذا يعفى عنه للجهل أو للنسيان.